السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم ميس تالي من قناة علمني. النهاردة ان شاء الله معانا نموذج تاني متعدد تخصصات الصف الخامس الابتدائي، وده كان بناء على رغباتكم في التعليقات. وفي طبعا ناس تانية طلبت امتحانات ورقية معانا ان شاء الله، بس خليكم معانا لاخر الفيديو، هنشوف هتبقى موجودة فين. لو انتوا اول مرة تشوفونا ياريت تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اللغة العربية، من موضوع ملك حفني ناصف. قال أمير: أين ولدت يا جدي؟ قال الجد: ولدت في حي الجمالية بالقاهرة في سنة 1886، والتحقت بالمدرسة الثانية وحصلت على الابتدائية ووصلت دراستها حتى نالت الشهادة العليا. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. معنى واصلت: تابعت، بدأت، فكرت، أضافت. معنى واصلت: تابعت. مضاد العليا: الصغرى، القليلة، الدنيا، الحقيرة. مضاد العليا: الدنيا. ولدت ملك حفني ناصف ب: الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، القاهرة. حي الجمالية بالقاهرة. طيب الغواصة مصنوعة للتنزه، نقل الناس، اكتشاف أعماق البحار. اكتشاف أعماق البحار. الأرض خلقها الله. لفظ الجلالة الله تعرب: فاعل، مفعول به، اسم مجرور، خبر فاعل. جمع عدو: عادون، عادات، أعداء، عداء. جمع عدو أعداء. كرمت المدرسة الفائزات. كلمة الفائزات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، الألف، الفتح، الفتحة، الكسرة. الكسرة. يلبس صياد الإسفنج ملابس كاملة من المعدن، المطاط، القطن، ولا القماش؟ المطاط. المستعمرات المرجانية من عمل الأخطبوط، حيوان المرجان، المرجان، سمكة أبو سيف، حيوان المرجان. ادخلوا في السلم: أمر، غرضه، النصح، الإرشاد، الحث، التحذير. الحث. وده كان الجزء الخاص باللغة العربية. ثانيا اللغة الإنجليزية. let's not on let's not this one takes take taking talk take let's take this one. طيب not are you going to have what when who which what What are you going to have? طيب be not mom it's scary. يعني be not mom it's scary. هو هنا في تحذير من حاجة مخيفة. هل be careful ولا delicious ولا careless؟ طبعا be careful، يعني خلي بالك أو احترس. The turtle not the slow west animal. التيرتل دي are where is ولا has؟ the turtle على طول is. طبعا هو حيوان، او التيرتل اللي هو السلحفه، حيوان بطيء. he bought the corn in the fork harn storm ولا barn. هو او بنضع او هو وضع الكورن اللي هو الذره يعني في الحظيره barn. ده الجزء الخاص باللغة الإنجليزية. طيب ثالثا الدراسات الاجتماعية. تعد مدينة نقط أكبر متحف مفتوح في العالم: الإسكندرية، الأقصر، القاهرة. أكبر متحف مفتوح مدينة الأقصر. زيارة الآثار المصرية تعتبر سياحة علاجية، ثقافية، ترفيهية، رياضية. زيارة الآثار المصرية سياحة ثقافية. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الحزن، الفيل، الوفود.
طبعا في عام الفيل. كانت أول هجرة للمسلمين إلى اليمن، الحبشة، يثرب، الطائف. أول هجرة للمسلمين كانت في الحبشة، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم إن هم يهاجروا الحبشة لأن فيها ملك عادل اللي هو النجاشي ملك الحبشة. طيب الرياضيات، رابعا 8 ناقص 10 نقط ط، هل تنتمي جزئية لا جزئية، تنتمي ولا لا تنتمي؟ لا تنتمي. المحايد الجمعي في ط مضافا إليه 99 بيساوي، المحايد الجمعي في ط مضافا إليه 99، هل هو 100 98 99 1؟ طبعا المحايد الجمعي هنا قيمته اللي هي 0 زائد مضافا إليه زائد 99 يبقى هي 99. مساحة المثلث الذي طول قاعدته 10 سنتي وارتفاعه 5 سنتي بيساوي كام سنتي مربع؟ 15، 25، 50 ولا 75؟ طبعا احنا هنضرب هنا 10 في 5 في النص، 10 في 5 ب50 على 2 هتبقى 25. مثلث مساحته 20 سنتيمتر مربع وطول قاعدته 8 سنتي فإن ارتفاعه نقط سنتيمتر، هل 4 ولا 5 ولا 8 ولا 10؟ هتبقى 5، إن 20 على نص في 8 هيبقى 20 على 4 هيديني في الآخر 5. س زائد 18 نقط س زائد 17 حيث س تنتمي لط، هل أصغر من ولا أكبر من ولا بيساوي؟ طبعا السين هنا قيمتها 1 يعني 1 زائد 18 هتبقى 19 و1 زائد 17 هتبقى 18، إذن 19 هي أكبر من إيه؟ من 18، أكبر من. العدد التالي في النمط، العدد التالي في النمط، هنا كلمة في أسفين عليها، 1 4 8 13، هل العدد اللي بعديها يبقى كام؟ هيبقى 19. هو هنا عدد 1 زاد 3 بـ4، الـ4 زادت 4 بقت 8، التمانية زادت 5 بقت 13، خلاص 13 هتزيد 6 هتبقى 19. خلاص إذا كانت صاد عدد فردي فإن 2 صاد زائد 1 عدد فردي، زوجي أولي غير ذلك عدد فردي. خامسا العلوم، 1 تؤثر قوة الاحتكاك في نقط اتجاه الحركة، نفس، عكس، اتجاه عمودي، عكس. توجد علاقة نقط بين مساحة سطح الجسم المتحرك وقوة الاحتكاك، طردية، عكسية، منعدمة، طردية. كل مما يلي من فوائد الاحتكاك ما عدا التحطم في سرعة السيارة، منع التزحلق على الأرض، ارتفاع درجة حرارة الآلات. طبعا كل ده من فوائد الاحتكاك ما عدا ارتفاع درجة حرارة الآلات. لتقليل قوة الاحتكاك تأخذ الأجسام المتحركة شكلا مربعا، اسطوانيا، انسيابيا ولا دائريا؟ بتأخذ شكلا انسيابيا. دي كانت أسئلة العلوم ونهاية النموذج بتاعنا المتعدد النهاردة. بالنسبة للامتحانات الورقية اللي اتكلمنا عنها في أول الفيديو، احنا ان شاء الله هنسيبها لكم وكلها موجودة على قناتنا على الفيسبوك، هنسيب لكم لينك القناة في صندوق الوصف، وياريت تتابعوا القناة أو تتابعوا صفحة الفيسبوك بتاعتنا، هتلاقوا فيها ان شاء الله كل أخبار التعليم، هتلاقوا فيها فيديوهات تربوية مفيدة غير أي حاجة بنعملها في القناة برضو. ولو انتوا الفيديو حسيت ان هو أفادكم في حاجة، ياريت انكم تعملولنا إعجاب وتشاركوه مع زمايلكم عشان إن شاء الله الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.